بص يا شيخ محمد، انا بص يا شيخ، انا بص بقول لك على جوزي وكده. انا بص عايشه معاه بفرض الله، وطلعت وقعنا في زنقه، وطلعت وقفت جنب منه 5 سنين، وفي الاخر خالص بقول لك انت بتعملي لي ايه؟ انت بتشتغلي، اشتغلتي لعيالك، بتسدي لعيالك، ما بتسديش ليا، وانا اللي واقفه وشلت الحياه كلها معاه، وانا عندي 55 سنة وما زلت بشتغل، العمر كله، ايه سؤالك؟ وبطلع برضو من البيت ولا بيتصل ولا بيسأل عليا ولا اي حاجة، وبروح البيت كأني انسانة ولا كأنها دخلت، ايه سؤالك؟ وبنام تعبانة ولا بيفكر يسأل عليا خالص. ايه سؤالك يا ست سامية؟ سؤالي ده ايه حكمه في ده؟ طيب، ربنا يرضيكي ويبارك فيكي، وعلمونا ان احنا ما بنستناش من البشر جزاء، انما بنستنى من رب البشر. عادة البشر أو عادة أكثر البشر، عشان ما كنتش بس منكر لفضل بعض الناس، عادة أكثر البشر إلا ما رحم ربي الجحود والإنكار. والله قد قال في القرآن بأن الإنسان لنعمة ربه لكنوت، والإنسان من عادته أنه إذا مسه خير فإنه يفرح، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، كل يعمل على شاكلته. فأنت حضرتك جزائك من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيعطيك ربنا سبحانه وتعالى. ولعلك سمعاني وأنا بقول لك الكلام ده، وناس كتيرة أوي سمعاني ودلوقتي بيمصمصوا شفاهم 55 سنة وبتشتغل، يا لهوي، بس ربنا يحميها ويحفظها من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين. وناس كتير عندها 30 سنة مش قادرة تقوم مكانها، 40 سنة وتقول لك رجلي وظهري ودماغي ويعني ما بتخفش الا يومين في الشهر. فنعمة ربنا سبحانه وتعالى ان اداك البركة في صحتك واكرمك وما حواكيش، فما تستنيش الاجر منه. وهو لو سمعني عايز اقول لك حاجة بسيطة قوي، لسه انا من شوية بقول النبي علمنا: ومن صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإياك وإنكار الجميل، لأن إنكار الجميل ليس من المروءة وليس من الأخلاق وليس من القيم وليس من الرجولة وليس من الإسلام. يا سيدي حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ سلمك الله من كل سوء، رضي الله عنك. عاوز بس أسألك سؤال يا شيخ. اتفضل يا سيدي. لو أنا في صلاة جماعة تمام، وطالعين من السجدة عشان نقول التشاهد، تمام، التشاهد، تمام، أنا اتلخبطت مثلا وطلعت من السجدة، أقف على طول التشاهد الأول ولا التاني؟ التاني. تاني، ماشي. كنت لو امام انا ولا بقى على مأموم؟ طول كنت امام ولا مأموم؟ لا، امام. مأموم. مأموم بيا. ايوه، والامام اللي وقف يعني، يبقى الامام اللي غلط مش انت. لا، هو انا اللي اتلخبطت. تقعد على طول تتبع امامك طبعا. تمام يا شيخ، ولو دعوة بس الامام منك. ولو الامام يا حسن، خد بقى المعلومه كامله يا حسن، ولو الامام وقف يا حسن، افرض الامام قام من التشهد الاخير وقف، نقول له الله أكبر، فضل واقف، نقول له الله أكبر، فضل واقف، فواحد يتطوع ويقول له قمت لخامسة فاجلس. ليه؟ لأنه في الحالة دي هتبطل الصلاة، لأنه قام لركعة ليست من جنس الصلاة يا حسن. خلاص؟ فيقعد الإمام، لازم يقعد الإمام، لكن في التشهد الأوسط اللي هو الأولاني ما ينفعش، لأنه لو قعد بطلت الصلاة. إشمعنى؟ قال أصل الركعة فرض اللي قاملها، والتشهد اللي في النص سنة، فما ينزلش من الأعلى للأقل. ماشي يا سيدي حسن، رزقك الله فرحة تدوم وبسمة لا تنقطع، وخيرا وفيرا ورزقا كثيرا وعملا صالحا متقبلا يا سيدي حسن.